يلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة الناس اللي ورا تأكد لي ان صوتي مسموع ليهم. تمام، شكرا. يعني الواحد بيفرح صراحة لما يبقى فيه تجمعات للشباب نوصل من خلالها رسالتين. خلصت المحاضرة. الرسالة الأولانية تعرف انت مين، والرسالة التانية احنا نعرفك لو انت مش عارف. فاللي جاي النهاردة احنا عندنا بتاع حوالي 7-8 نقاط كده حابين نتكلم فيهم. لما بنيجي نتكلم لشباب اللي داخل جامعة او اللي في الجامعة اوريدي او اللي لسه متخرج ونيجي نسألهم، يعني بنتكلم على سن 19 او 18، ماشي 19 22 24، واجي اسأله انت مين انت مين، اقول لك ايه الاسئلة دي؟ الاسئلة مش الفلسفية العميقة دي، مش تبعنا احنا. انا مين وانت مين؟ يعني واحد مخلص جامعه وكذا وكذا. طب ناوي ايه؟ هشوف. في هنا نوعين، هو طبعا في 9 انماط من التفكير للاجابه على السؤال ده، بس انا هختار اكتر 2 شائعين وبنسمعهم. اول حاجه يجي يقول لك ايه، بص يا دكتوره من الاخر كده انا موضوع يعني انا في جامعه او يعني ده للمجموع، او انا حاسس ان انا ميولي او شايف ان انا ممكن امشي في الجامعه الفلانيه او التخصص الفلاني، وعلى اساسه بقى اما نخلص نبقى نشوفه بعديها نعمله ايه. ده جزء، ده نوع. انا وانا بتكلم انت شوف اني نوع عشان حبدي اسئله في نهايه الفقره. رقم النوع الثاني الشائع يقول لك والله هو جت كده والمجموع كده، وبعدين اهلي وقالوا ده مناسب، وبعدين البرا بقى والدنيا ده المناسب ليها، ومش وبعدين هو في حد بيشتغل بتخصصه اصلا؟ هو في حد مش عارفه ايه؟ طب انت عايز ايه؟ ما اعرفش. نتكلم على 22 24 يجي 27 صفر. صفر. لا احنا مش عايزين كده. انا بقول الناس اللي بتسمعني او الناس اللي حاضره النهارده لهم ميزه ان احنا ممكن بس نحط خطوط عريضه لزاويه ما كانتش متشافه. اما بنتكلم على النجاح او ان انا عايز انجح او عايز انجز، يعني البنات تقول لك انا عايزين نبقى ناجحين وكويس ومتميزين وبتاع، لكن تيجي تسمع للشباب يقول لك ننجز يعني، وبعدين نشوف الدنيا وهنعمل ايه ونشتغل ازاي. يعني دماغهم راحه للعمل شويه، اما احنا يعني تبقى الدنيا فريم راحه شويه. ايا كان، لما بنيجي نتكلم عن اسرار النجاح، وركزوا معايا بقى مش هنقول ورقه وقلم هنا، اسمعوني وخلاص. اول حاجه عشان تنجح او تنجز، خليني اعمل لكم لا في شبهه رهيبه، وخصوصا بقى ايه مع حالات الترندات اللي طالعه وانا ماشي واخر رساله ليا وطالعين لايف والناس فوق كوبري ولا تحت كوبري، لكن خلينا نقول النجاح ولا الانجاز، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، انت حابه ايه؟ انت عايزه ايه؟ ساعتها مش هبقى بس ناجح، ده انا ابقى مبدع. لما بنيجي ناخد بنعطي دوره الموهوبين لاطفال 7 سنين، يطلع موهوب ونشوف الطفل ده مبدع ولا موهوب ولا ممكن يجيب ايه. 7 سنين هو حابب ايه، ونمرره كده على كل حاجه لحد ما نشوف مخه ملمس على ايه، طب نجيب له ادوات مساعده فيها. لكن لما اجي نقول انجاز ولازم انجز ولازم اقول واطلق المارد العملاق، مش سمعته المحاضرات دي ومش عارفه بيحصل ايه في التنميه البتنجانيه، وكل بقى الكلام العظيم اللي ماله بيه الافكار هواء بطيخ فنكوش. انا بقول لكم كنت بدرس الحاجات دي سنين، لحد طبعا لما الواحد قعد على الاسس العلميه الحقيقيه الصحيحه لاداره العقل او الدماغ او اداره الحياه. في فرق ما بين ان انا عندي هدف، وده اللي هنتكلم عنه النهارده، انا عندي هدف بعمله او في دماغي وانا عامل له خطوات وعامل له خطه مزمنه وعامل له، هنتكلم على الكلام ده النهارده. وفي فرق ان انا بجري ورا عجله الانجاز الانجاز الانجاز، ولما انجز اصل انا هعيش عادي، قالوا كده اصل انا سمعت كده مش عارفه في مقطع مين من فلان اللي مش عارفه مين، وهعيش عادي واموت عادي وتموت، مش عايز اكون شخص عادي. محدش عايز يكون شخص عادي. احنا عندنا حاجتين خلاف البشريه كلها، انا عايز اكون عند الله معروف، ده شيء اساسي وده السقف بتاعنا، انا عايز اكون عند الله معروف بالخير والصلاح وليا صيت في السماء، هو ده اللي نافع. مين فلان باحب الاسماء في 7 سماوات لحد ما تطلع روح؟ خلاص افتحوا له في عليين، افتحوا له باب من الجنه.
فانا عندي مستهدف ربنا ده كلنا متفقين عليه، ما فيش حد يختلف عليه، ويختلف يجي يكلمني بره. رقم اتنين، انا عايز يبقى في الحياه ليا اثر. مين فلانه؟ اسمك ايه؟ مريم. اه ده مريم كانت هنا في الدنيا والله موجوده. ايه فين اهو الاثر بتاعها اهو. الله الله يا مريم، والله دي كانت صاحبه حد، كانت ما شاء الله، دي كانت مساعده، دي كانت. يبقى انا على الجناحين دول، لا ده يضغى على ده ولا ده يضغى على ده. لما ابقى فاهم صح مش هقول اكتئب فين يا جماعه، والله انا الناس كلها راحه وخارجه وانا من بورتو السخنه بتاع اوضه النوم لبورتو السخنه بتاع الصاله وشكرا. ملل، وهنقول دلوقتي علاج الملل. ما النفسيه بقدونس، مش نسمع الكلام ده. لكن لو انا شايفه صح مش هوصل لكده. ليه؟ لان انا عندي جناحين ماشيه بيهم والاثنين في توازن. طبعا لو على بتعرف ده شيء جاي ليرزقك التوفيق، وده اول سر من اسرار النجاح. سقفك اسال التوفيق من الله. في عباده احنا ناسينها اسمها عباده الاستعانه، مش الدعاء. الدعاء رب كذا واعملني وقال له امي بقى وامي تجيب لي وزودوا لي المصروف يعملوا لي يسويني واجب كل الكلام ده، وزوجي يرضى عني وزوجتي ما تنكدش عليا، دعوات اللي انتوا فاهمينها. لكن الاستعانه مش كده. الاستعانه عباده قلبيه، ان انا بقول يا رب انا بستعين بيك على الامر الفلاني، على الصحبه اللي مش لاقياها، على الخذلان، على اللي طنشوني وخدعوني، على اللي مش عارفه فين استعانه. يبقى اول سر التوفيق وبينه الاستعانه. تاني سر، بصوا وركزوا معايا في الدعاء عشان كلنا تقريبا الى ما رحم ربي نقع في القصه دي. انت تركز على النجاح مش الناجحين، مالكش دعوه بالاشخاص. بتقع، اللي نفع غيرك ممكن ما ينفعكش. التركيه تقول اصل هو عملت كده وبعدين دخلت الجامعه وبعدين عملت مش عارفه مش مناسبني شكرا. لكن ايه المستهدف؟ الهدف. يبقى رقم ثلاثة من سر هدف عظيم للناس العظيمه، هدف حطاه كويس للحياه للناس اللي عايزه تتميز. خلاف كده لا، خلاف كده لا. لما بنركز على الاشخاص بنقع. ليه؟ قفل نجمه، نجمه قفل. والاحياء يعني لم يؤمن لهم الفتنه، يعني خلينا في وسائل النجاح اللي انا بستخدمها مرنه فليكسبل، يمكن ينفع تنفع الظرف ده، ينفع اغيرها مع الوقت الزمن، ينفع مع المعوقات اللي هنتكلم عليها دلوقتي لا اشيلها. لكن لو مش موجوده مش مهم، مش لازم تبكل انا ماشي على خطى فلان ولو فلان يعمل وانا امشي مش عارف اي كلام. يبقى هدف عظيم للناس اللي عايزه تتميز. تاني، استعانه بالله، اهداف عظيمه، ركز على النجاح ذات نفسه، الهدف العظيم اللي انت حطيته ده مالكش دعوه بالاشخاص تماما. لو استعنت ببعض الافكار خير، بس مش الزام عليك، مش الزام تقول لك لا هو قال كده لازم اعمل كده، وينكدوا على اهاليهم وتنكد على نفسك وتعيش في كآبه وتخش ما اعرفش. يا عم لا والله الموضوع مش كده خالص. رابع حاجة الصحبة. ما هنا لو ماشية في حد ياها تيجي مجموعة تقول لك يعني اخرنا ايه؟ ايه الدنيا يعني؟ ويبقى بيدفعوا بالدولار وباليورو، بيدفعوا وبيقعوا الاهالي وهو مش في دماغه، ما عنده البتاع هروح يسحب من القطم ايه وانتهت القصة على كده. مش حاسس. ليه؟ اصل الصحبة اللي حواليه كده. لا. خلي معاك وحواليك صحبة تعينك وتطلعك لقدام. وطبعا الصحبة في الشباب انا مش حلوة جدا صراحة. واللي يلخص مادة واللي يعمل كده البنات بتدخنس شوية، يعني خلينا صراحة في القصة دي. يعني الا اذا كان مجموعة بالفعل، واعرف كذا جامعة خمس ست بنات وكل واحدة بتاخد مادة والتلخيص ويلا وفيها امتياز على طول. احنا بقى مش عايزين الصحبة اللي بتاع لا، ما خلينا صورها عشان عارفين القصص بتاعت الحريم دي. لكن الشباب حلوين، ولو مش عايز ولو حد بره خد وعمال بياشي يوزع في الصحبة اللي تعينك. واحنا مش عايزين صحبة مذاكرة بس، ان كان واجب الوقت دلوقتي اللي اسأل عنه الجامعة والتفوق وان انا ادخل السرور على اهلي، نوايا كثيره، وبر والدين، وان انا انجح، وان انا ابقى مسلم ناجح، وان انا بكون شخصيه ناجحه يقتدى بيا، وهكذا بالمعيارين الاولانيين. مفيش حاجه تأفر على الثانيه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكش وان شيك فلنتكش. ليه؟
تعس وانتكس ليه؟ لانه هو حاطط مستورد لنا المعاني اللي جايه من الغرب لا تناسبنا ولا تناسب هويتنا العربيه ابدا ولا الاسلاميه. ليه؟ لانه ركز على جناح واحد، انجز واعمل والفلوس والدنيا تعس وانتكس. لو هو ده بس يعني ينفع اخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ضيره ان ياخذ الاجرين. لا، طب ما ناخد ده واخد ده، ما انا اعمل ده وابقى في ميزان نفسي متزن. احنا اللي يهمنا اقسم بالله نفسيتك، اللي يهمنا النفسيه بايه؟ ان انت ما تنضريش او متضايقه او مكتئبه ما ولدتش فيها، مش هذاكر دي وبعدين يا دعم ارموا دي، طب هاتوا الكتاب الفل. لا، او تحس بضغط 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 ويقول لك مش داخل الامتحان، يعني لسه ولا يا ابني ما تخش الامتحان، واقول له بص يا دكتوره مش داخل. ليه يا لا خلاص نفسيتي جابت اخري كده، خلاص انا اخرهم، احنا الجيل كده باظ. والجيل يا ابني لا، طب بس طب في بتلمه، خش في البتلمه الاخيره. ها خلينا نيجي القصه دي، هنخصم الجنب ده شويه. طب يا ابني خش في لا مفيش، لا انا مش عايزين كده، احنا عايزين انت حاطط الهدف سواء التخرج او الدراسه او انك هتاخد بعديها ماستر او دي اي حاجه انت حاططها، بس واظب عليها واظب عليها. طيب يبقى الصحبه مهمه، اللي بتطلع معاهم مش اللي بينزلوك. طيب النقطه اللي بعد كده رقم كام؟ الناس اللي بتعد سته اللي جاي الخمسه، احنا قلنا التوفيق والهدف العظيم، لا تركز على النجاح على الاشخاص، ركز على النجاح ذات نفسه. وبعد كده الصحبه اللي جايه رقم خمسة، تنظيم والترتيب. التنظيم والترتيب ده محتاج له حاجه عظيمه جدا. ايه؟ ما احناش مهرجلين، ما احناش امه مهرجله. اعمل ايه يا عم صح؟ ايه تصص في شجره مالي يا ما عادي، ايه اللي اروح واجي واعمل زي ما تيجي؟ غلط غلط. منظم امورك، يبقى ده يجيبنا للنقطه بتاعه ايه؟ اداره الوقت. اسمعوا اللفظ ده وما تسمعوش غيره، تنظيم الوقت ده لا، تنظيم وترتيب الامور، لكن اداره الوقت. اداره الوقت دي فيها ايه؟ بعمل من الوقت دقيقه ولا ساعه ولا ثانيه، ده دبل وتريبل، ويبقى عندي الوقت مضاعف. انا ماشيه وبعمل كذا وبعدين بخلص الذكر مش عارفه ايه عشان عندي ورد كذا، انا عندي ورد بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تفريك عشان الماده دي هتيجي بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين ناخد النقاط الاساسيه. بعمل في الحاجه الواحده اتنين، او انا في المواصلات بدل في المواصلات كذا هراجع مش عارف عشيت الفلاني وكذا، المراجعه بعد اول 24 ساعه، ذاكره قصيره المدى بعد اسبوع يبقى ذاكره متوسطه المدى، بعد شهر ذاكره طويله المدى، استحاله دي استحاله تعدي ال 85% يعني تقل عنهم، ان شاء الله تعديهم. لو انا بذاكر بالشكل ده، الذاكره البصريه الحسيه السمعيه الايد بتاع، بعمل براجع يوم اسبوع شهر. عشان كده انا بقول ادوني نفسكم قبل الامتحانات بشهر بس، اضمن لك تجيب امتياز هتجيب امتياز لو مشيت على اللي احنا بنقوله. نص ساعه 10 دقايق، نص ساعه 10 دقايق، نص ساعه تركيز 10 دقايق راح، 10 دقايق مفيش نوتيفيكيشن مفيش اشعارات، 10 دقايق الواي فاي مقفول وراحه بتمشى او بشرب عصير او بشرب ميه، المهم ان انا اغذي المخ وبتاع، بتكلم مع البشريه اللي موجوده في البيت، شكرا داخل تاني. لو عملت كده من بعد صلاه الفجر، ودي النقطه، وقتك بيبتدي من صلاه الفجر. والله هم خمس صلوات مش اربعه، خمسه الفجر معانا والله، الناس اللي شايله الفجر من الحسبان. ويا سلام بقى لو جبت ركعتين قبل الفجر، بركه غير عاديه غير عاديه، حتى لو عايز تعصي في تاني يوم جوار هكتئب عليك. يبقى يومي بيبتدي من الصبح من صلاه الفجر وقبليها الركعتين، وبعد كده بصلي واعمل واقول اذكاري وحاجتي وابتدي. لو قعدت الوقت ده، قولي هنا مثلا 3:30، طب في المساجد هنا 4:30 لو الشباب هينزلوا في المسجد بيصلوا 4:30، قول مثلا 5 لحد كذا، قول من 5 ل 10 خمس ساعات. خمس ساعات يعني 10 مواد بذاكرهم، نص ساعة خمسة، نص ساعة خمسة. هو أصلا يعني أديكوا سر عن المخ، المخ بيفصل بعد أول 12 دقيقة. فيعني الباقي ده بيبقى إيه؟ يعني عارفين لما بنعمل حلمنتيشي كده حواليه، كان في عنوان باين في ناحية اليمين، كان في حاجة كده بس مش فاكرة إيه. لكن لما بعيدها تاني يوم تتحط ذاكرة، واتسألتي فيها ساعتها ممكن.
مع الاقلام الفسفوريه، العناوين الرئيسيه بلون، العناوين الفرعيه بلون، وهكذا. بعمل ذاكره بس للدماغ. هي المخ ايه؟ كاميرا زي بتاعه اسلام دي، كاميرا. كاميرا بتعمل ايه؟ تك. شفت تكه الكاميرا؟ فتحت العين كده. لما يجوا يتكلموا مع المذيعين يقول لك ايه؟ ارمشي يا عم، بلا ارمش، بلا تعملوا لنا اعلام جديد. يقول لك ارمشي ارمشي عشان تبان على كده. رش رمش القفله دي، ايوه اللي حصلت دي، القفله دي هي ديت الذاكره بتاعه المخ. فعشان كده دي صفحه ارمشي. ايوه ارمشي بقى، اتدربي على التسبيل. احنا طبعا اساتذه فيه. ادي لازم ناخد المحله، لازم احنا حريق، لازم ناخد في حته النساء. ادي صفحه وقلبي، وصفحه وقلبي، وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ لقطه كاميرا في قلب المخ، خليه خليه خليه. بصي بقى مخك بيعمل ايه. هات يا ابني الموبايل ده، بص كده. بعد ما عملت، وبعدين بقى انا برتاح الخمس دقايق اللي الدكتوره قالت عليهم. بصي سكرول 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 سكرول. ايه بقى؟ خلايا 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 فاضيه كايره. وانت فين هنا؟ وانت عند اخر رمشه بتاعه الصفحه. فين ده؟ انت لازم تعدي كل دول. ما هو انت لازم تعدي كل دول عشان تروح لها. ما بتفتكرش المشتتات. نقطه رقم 8، ابعد عنها المشتت. انا بقول لكم اسرار خلاص، جايه لكم المستقبل انا، فبديكي خلاصه الدنيا. ابعد عن المشتتات. اكتر حاجه مشتته هي عملت وقع الجروب، او تسيب الجروب شويه. الف لو الحريم، انا بديكوا سر اهو، حريم الف رساله في النص ساعه مفترق ليه. جروب البنات بنحك، حاسه اسكتي ده فلانه حصل لها كذا. وبعدين قعدنا نقول بقى كشات صاحبتها اللي مش عارفه فين، وجت ياه، وجت من كذا شهير لحد هنا مش عارف. هيصه هيصه خلاص، لقينا لقيتي نفسك الف. ولازم تقعدي تشوفي وتعملي قلب دلوقتي بقى مع الواتس، قلب على الرساله دي، ولايك على الرساله دي، واغضبني على دي. هي كبيره. شفتي حرق كام خليه عشان تروحي للخليه اللي انت سايباها المذاكره؟ عشان كده لا. لو بقول لك، لو ضمنت لي نفسك من بعد صلاه الفجر الساعه 10 خمس ساعات، نص ساعه خمس ساعات، نص ساعه خمس ساعات، خدت 10 مواد، طبعا هتزود عليها نص ساعه. ال 10 مواد من 3 لـ6 شهور، انا اضمن ان انت حد مؤثر فيش في المجتمع في الدنيا كلها. لما بنيجي نعمل نتكلم عن دورات القران او المراجعه او كده، ادوا نفسك 6 شهور، من 3 لـ6، اي تغيير سلوك وتخلي عن سلوك من 3 لـ6. لو واظبت على ده، فانا بقول لك اهو قبل الامتحان بشهر ولا شهر واسبوع، امتياز. اقل من كده هتجيب جيد جدا، لان انت لسه في الذاكره متوسطه المدى مش طويله المدى. وفي اجابات بتبقى اجابات مبدعه للناس اللي ايه؟ الناس اللي فاهمه. طيب يبقى النقطه رقم 9، بصوا الاستمراريه والاستمراريه والاستمراريه، برغم من المزاج السيء، برغم من معوقات الحياه. الحاجتين دولت المعوقات، ما عندي، ما هي المعوقات موجوده موجوده، ماشي، خلينا متفقين. النفسية، الصحاب، المادة زفت، الدكتور أصلاً مش عارفة إيه، كل القصص دي موجود. حتى لو أنا بعمل مشروع، كان في مجموعة من الشباب قالك بص إحنا يعني إيه، هنخلي الدراسة لحد إيه ما نظبط المشروع بتاعنا. طبعاً أي مشروع إداري عشان نجاحه على الأقل يديله سنة. مشروعهم نجح من 4 شهور، صرف على نفسه ومطلع نسبة أرباح والكلام. ليه؟ اشتغلوا صح. كل الظروف في البداية كانت ضدهم، كان ضدهم. واحد منهم قرر يتجوز، بعدين مراته حامل جاب التوأم، هو خلاص يعني هو ما بقاش قدامه ينجح الدنيا، هيجيب فلوس هيجيب فلوس. كل الظروف والمعوقات والنفسيه مش بقدونس، كزبره. وبرغم كده كانت الاستمراريه وتطويع الامر. فاكرين الحديث المؤمن هين لا ينسهل؟ لما بيجي معايا ظرف سواء في الحياه او في المذاكره او الاداره، لازم ابقى مرن كده. يقول لك المرونه، ودي من علامات النجاح. مش ما ابقى اسطمبه صلب هو كده وتنكسر النفسيه، تقول لك انا باخد دواء. ليه يا بنتي دواء اكتئاب يا ام 20 سنه؟ انت ليه بتاخدي اكتئاب؟ ليه؟ وتاخد ثلاث انواع مع بعض، ثلاث انواع دي يعني فيها سنه ونص عبال ما تبطل. تقول لك لا خدت الـ3 انواع مع بعض. ليه؟ وتأثرت والنفسيه والدنيا، وده قالت لها كلمه وده قال له كلمه، والتاني يقول لك شوف اهو متخرجه وانت لسه قاعد لنا، شوف معرفش حصل ايه وانت لسه كذا. الناس مالكوش دعوه بالاشخاص، لنا دعوه بالايه؟ عايز اسمعكم بالنجاح ذات نفسه، الهدف اللي انت حاطه. ماليش دعوه فلان ايه، ان شاء الله وصل المريخ،
ملناش دعوه. مين بيتفرج على ايلون ماسك؟ عارفين ايلون ماسك اصلا الراجل اللي ايلون ماسك ده؟ ايوه الله يفتح عليك، راجل كده ملياردير ومش عارفه اشترى محطه في ناسا جه هنا على فكره تركيا. عايز اقول هو بيتكلم في حاجه مش طبيعيه، بيقول يا رب انا اركز في التون اللي بيقوله امريكان طبعا، وايه الحركات اللي في حاجه غريبه كده. ملوش دعوه هو ملوش دعوه باي حد، هو بيتكلم بطبيعته بنفسه. اخترع طياره مش عارفه شغاله بايه والنووي ايه وبتاع ايه وعاش حياته. انا عايزاك تبقى كده ان شاء الله، نبقى اعلى من كده باذن الله، قولوا امين. لكن اهم حاجه ايه؟ ماليش دعوه. هو وظف ده، مش كان بيتعرض لتنمر اكيد، مش كان بيحصل مش عارفه ايه اكيد، لكن ابقى سوفت كده وبسكوته رقيقه تتحط في الشاي تدوب مش لاقيها بسبب بنت رفضتني ولا بسبب ظرف ما اعرفش حصل، لا اجمد، لا انت راجل. واسمعوا يا شباب اللي انا بقوله لكم دول، انت راجل. يعني ايه راجل؟ يعني تروح حدا تيجي التاني، انت عندك مثنى وثلاثة وأربعة، مش عايزين نقول الكلام ده عشان ما نزعلش البنات، هنشيل البتاع ده من التقطيع. اول ما علينا النسويات تبقى كارثه. فما جيش واحد يقول لك اصلها رفضتني فانا غير قابل للرفض يا كده يا لا، او الظرف الفلاني او طلعت ما تطلع يا عم خدها في البوتا وقسمها على خد صيفي ولا اسمه الياز ايه وبتاع وخلاص. لكن اجي انكسر واعمل وبتاع، ده انت اللي متوقع منك القرارات، وكل شاب يبص لي دلوقتي انت صاحب قياده وانت قائد حياتك وهتقود بيت بعد كده وبيتك وامك وحالك ودنيتك، انت راجل. مالكوش دعوه باللي الاعلام بيعمله ويخلوك خيخه وما ومش عارفه عامل ازاي وش ايه ده؟ فين الرجاله اللي في المكان؟ مش واحده عملت ولا كلمه حصلت ولا ما تخسر؟ قال لا ما انا عايش عشان مش بتعلم ما اخسر. احنا عملنا بتاع 200 مشروع، حبه خسروا في الاول وحبه نمشي مش مشكله. قال لا طول ما انا عايش بتعلم وبجرب وبقع بس بقوم، ما افضلش انا والارض حته واحده وهي كده واكتئب واجي الاقي شاب يقول لا خلاص انا زي مش عايزين نقول الكلام ده عشان ما نبقاش بننشره، ودي اخر رساله ليا وطالع الرايف وانا مش مسامح ومحدش يحضر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا ابو شنب في وشك انت؟ ينفعش. انت راجل صاحب قرار، انت ما تستصغرش نفسك. كان 17 سنه وقاد جيش، 18 يوم يقال 19 يوم صحابي والنبي عصام قال له روح تعلم لغه القوم 19 يوم بس اقرا، مش قاعدين في التركي بقى وهدي جروش روز وبعدين اللي علينا مع السلامه شكرا. لا فوق انجز واعمل زي ما بقول لك اداره الوقت، بحقق حاجه واثنين وثلاثه في دبل وتريبل تايم لو منظم من 9 ل 9 ونص انا كسب. طب بقت 10 لربع حلو انا موافقه والله العظيم هاجي ابو حب على راسك انت وهي حلو، مش احسن ما يبقى صفر؟ طب انجزت كام؟ 30 ممتازه، المره الجايه 40 يلا. وقول لي عقلك كده. والنقطه الاخيره رقم 10 لما تنجز حاجه كافئ نفسك. شوف تكلين زمان كان هيقول لك كده، كافئ نفسك واضمم يدك الى ايه؟ الى جناحك. القران ما قال القران؟ كافئ نفسك، انزلي اشربي لك الاسبريسو، روحي اقعدي ما اعرفش على السوشيال على البحر اي حاجه، كافئوا نفسكم. وانت على الاقل شايف مخك شايف ان انت عطيته ولو 1% من الانجاز. بس لو عملنا كده بصدق تيجي البنت اصله هجرني شوف خاين انت يا حبيبتي داخله الجامعه تحبي ولا داخله؟ ركزوا ركزوا، يعني مفيش مانع انها تبقى اوبشن واحد جاي عريس ده، مفيش مانع من الكلام ده دلوقتي تمام. لكن مركزين ومبقاش ضعيفه وكذا، يعني انت الاسلام عزك تقعدي حاطه رجل على رجل. موافقه يا بنتي؟ اه. مش موافقه؟ لا شكرا مع السلامه. مين اللي جاي؟ اه لا هشوف واستخير. لا حد يقدر يجبر. ودلوقتي يعني البنات دلوقتي في تفكير كده محدش يقدر يفرض عليكي اي حاجه، وليكي راي وليكي كلام وبتقولي وكذا، واذا كان عاجبك وبشر. الفكره في الاول وفي الاخر تعرف اول كلمه قلتها انت مين، ولما اسال انت مين بعد العشر نقاط الجميله اللي احنا قلناها دي هقوم من هنا ومن هنا ومن هنا. ماشي عشوائي، كل واحد يستعد، هديكم 20 ثانيه تفكروا. لما اجي اسالكم بعد المحاضره دي
انت مين، او عايزانا نفتكرك بمين لما اجي اشوفك مثلا 2023 لو القيامه ما قامتش والمسيخ الدجال ما نزلش. تقولي لي انا من سنه قلت لك انا كذا وانا كان عندي كذا حققت منه. يا رب نشوفكم بعد سنه وتبقوا محققين. قولوا امين ويجعلكم صالحين ويجعلكم من اوائل الدنيا والاخره. يلا ناخد من الحته دي، يلا مين يا رب ما تصفرش. قولوا يلا مين هنا يقول. هندي حريه الاختيار، حد من الشباب وحد من البنات. سايبه لكم اختيارات بدل ما اقول. ها ما هي اللي هتهرش هفتكرها رفعت ايديها يعني عشان نبقى بس. ها انت مين؟ عايزنا نفتكرك بمين؟ انا فلانه. مين فلانه؟ انا فلانه شايفه نفسي بعد فتره كذا او بعد ما اخلص بكذا وكذا وكذا. ايوه كده قوم عرفيني بنفسك. انا اسمي وفاء. حضرتك قلتي وذكرتي مريم ان هو ابقى ذات اثر. شوف بقيتي ترند دلوقتي يا مريم. حضرتك قلتي ان انا لازم ابقى ذات اثر، هل لازم ابقى متشافه كل العالم شايفني ان انا ذات اثر ولا على المجموعه اللي حواليا بس؟ ولا عايزة العالم ولا عايزة انت ولا اللي حواليك، انا عايزة عينك انت تشوفك انت. ليه؟ عشان لا تأثر بزيد ولا بعبيد ولا بالتقييم الفلان. ما يلزمونيش والله اللي انت بتقوله الا اذا كل النصيحة اللي انت بتقوليها حاجة فيا فعلا وانا اقبل اهدى الي عيوبي اه اعملها. اما رأي الاخرين سلبي لو ايجابي تمام. علشان ناش دعوة بالكلام ده. ما انا بقول اهو ودي اجابه السؤال الاولاني اللي كنت مركزه. مالناش دعوه في انجاز وفي نجاح وفي جناحين ماشيه بيهم. لا المهم الناس ولا زيد ولا عبيد ولا القريب ولا دايره قريبه ولا دايره بعيده. انت ورضا ربنا اللي بينك وما بيني بس. مش انا راضياك؟ مش انت راضي يا رب؟ مش انا بعمل كذا يا رب؟ تمام. ما جاوب حد يجاوبني على السؤال. عايزه افتكرك انت مين؟ قولي لي انا فلانه عندي امال 1 2 3 قابليني ان شاء الله يا في الدنيا او في الاخره وعند النبي عليه السلام بكذا كذا كذا. وانت ايها الشباب ايهم القاده يعني املنا عليكم ارجوكم. يلا بينا هنختار حد. يلا بينا. ها اسمي روان. اسمك روان؟ روان شفتك قبل كده فين بقى؟ في شيرين، جمهوريه شيرين بصراحه. يلا بينا. انت لسه داخله جامعه اهو وناويه تخصص ايه في هندسه؟ عماره. الله يا بنتي. طب نلقاك ان شاء الله باذن الله. نلقاك باذن الله على كده. شكرا ليكي. عندك حاجه عايزه تضيفيها تخليني افتكرك بيها؟ انا استفدت منك كلمه واحده. كلمه واحده ماشي. اجل انا راضيه انا موافقه. تمام. فانا فعليا بعدها ببحث عن يعني ببحث عن نظره التفاؤل في كل شخص بيبص. يعني العين بتتكلم اكتر من اللسان، فانا خدتها كمنطق. يعني ممكن الانسان يكون بيتكلم بكلام مش من جواه، فاحنا بندور على دي في النقط. يعني دي اللي انا استفدتها فعلا، من انا استفدتها من اللي حواليا في النقطه دي. طيب فكريني احضنك بعد ما المحاضره تخلص عشان اعرف نيجي من الكاميرات. بس انا مش عايزاكي تدوري على ابتسامه حد ولا لحد، دوري على الايجابي في كلام الناس. لكن انا عايزه ابتسامتك وحالك منك مع علاقتك بربنا يجيب لك كل الناس اليك جرجره. طول ما انا علاقتي بيه هيجيب لك الناس اللي بتبتسم والقلوب الصالحه والصحبه الكويسه موفقه مسدده قولا وفعلا. قولي امين. شكرا ليك. ناخد حد من الشباب. السلام عليكم ايها الجيل. اتفضل. عليكم السلام. عرفنا بنفسك. عبد الله سليمان. علي صوتك. عبد الله من سوهاج. اي والله الرجاله كلهم. الله
نشوفك في البيرق بقى. هتروح مكان اصلا ما فيش تعليم ان احنا اخدنا كله في الدروس انت سنه كام دلوقتي يا عبد الله؟ لسه بدايه سنه والله. تمام. طب عايزنا افتكرك بايه يا عبد الله؟ افتكرك بده. سقفوا له يا جماعه. ها يلا عرفينا بنفسك. السلام عليكم. السلام. اسمي رغد. انا درست اقتصاد، انا متخصصه اقتصاد، وهلا عم دور على اختصاص ثاني ادرسه، لانه الاقتصاد بعد ما شفت المجالات تبعه حسيته ما بي يعني ما بيناسبني، يعني بالنسبه لي يعني في اغلب شغله شبهات مثلا، فانا ما بيناسبني الاقتصاد، فقررت اختار اختيار ثاني هلا للجامعه. اخترتي ولا لسه؟ يكون له اثر شيء علاقه بالاطفال، يعني تعليم الاطفال، لانه الاطفال اللي بيصغرهم بيتاثروا كثير وبيمتصوا كثير، وانا عندي طفلين كمان، فانه شيء يفيدني لو لاطفالي، وكمان انا انه اثر بالاطفال. بداتي ولا لسه؟ لا بس عم دور على انه بعد المحاضره دي تبتدي. تمام. افتكرك بايه؟ تفتكريني انه انا اتعاطف مع الام. بالعالم يعني انه انا بس اشوف ولد قدامي ما اقول انه هالجاي من بيئه. دي نقطه جميله جدا جدا. جزاك الله خير. شكرا لك. مين حابب يقول ورا الشباب؟ ايوه ايوه اللي هيهرش هعتبره رفع ايده. عايز تقول انت؟ تمام ماشي. عم هنشوف. طب الاخ اللي ورا وبعدين ناخد عمار. ها ايوه 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 انت يا عم، انت رفعت ايدك ماشي ترفع له. طب تمام. عرفني بنفسك. حسام. الله، اهل اليمن اهل القران. احنا عندنا الجاليه اليمنيه كلها بص قراءات 10 وقراءات 7. اتفضل. صحيح. ما استعجلش شيء اخر. تمام. الاستعانه الاولى بالله، وثم ان شاء الله حكون شيء كبير من ناحيه التاثير وكذا باذن الله، بدون اي مساعده خارجيه، لا وساطه ولا اي شيء، ولا انه السعي قبل السعي ياتي الرزق ياتي الا بالسعي، لا، اول شيء الامه ثم السعي بيجي لعندك انت. تمام، لكن لو جات لك وسائل خارجيه مساعده نستعين بيها، لا ضير. ليش لا؟ تمام، افتكرك بايه؟ قول لي جملة كلمة. ان ايه؟ تلاميذي. الله سقف. ده انت رميتني في المستقبل. حلو الموضوع ده. شكرا ليك شكرا ليك. عايزة تقولي حاجة؟ طيب اخد عمار وبعدين اتفضل عمار. عمار عياد. خلص كليه اعلام الحمد لله. ايوه صحيح. عايز اقول ان ما تخليش طموحك يقف في حته معينه. الحمد لله مخلص اعلام. كلمنا لمس. وشغال في قناه ووضع مستقر الحمد لله. كان ممكن اجيب لك عروسه بقى. يلا يا دكتور انا جاهز. كان ممكن اقف عند النقطه دي واقول خلاص انا اتخرجت ومعايا شهاده الحمد لله وخلاص اقف عند النقطه دي. لكن دايما ما تخليش الدنيا تقف معاك عند نقطه معينه. انا حاليا في كليه علم اجتماع جامعه مرديد سنة ثالثة، فما تخليش دايما طموحك يقف في حتة معينة، دايما اسعى انك تطور من نفسك، تاخد شهادة زيادة، فاللي هو ما تخليش طموحك يقف في حتة معينة، تطور خد جامعة تانية، تطور خد ماجستير، خد دكتوراه، يعني دوت ماشي في الحياة بالظبط. الله يبارك. ما تخليش الحياة توقفك عند نقطة معينة. عايزنا افتكرك بيه يا عمار. دايما الطموح. الطموح. فكر دايما في الطموح الأعلى، انك توصل لمرحلة أعلى، وصلت المرحلة خد المرحلة اللي بعدها. ما تقفش دايما في مكان معين. تمام شكرا ليك يا عمار. شكرا ليك. حد من هنا كان عايز يقول؟ ها مين مين؟ اختنا اللي اتفضلي. تعالي تعالي يعني قربي شويه حتى لحد ترابيزه الكاميرات كده واحنا نسمع. اتفضلي. ايوه خليكي هنا بقى. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. صراحه انا بدي احكي قصه
كان يطلق علي في الجامعة. اسمك ايه؟ ام اسامة. ام اسامة ما شاء الله. كان يطلق علي الام المجاهدة. كل دكاترة. شو جنسيتك يا ام اسامة؟ انا سورية. تمام. لكن تركيتي سورية الاصل تركية. 18 سنين هون. تزوجت وانا بعمر 15 سنة. لكن دائما وابدا حلم الدراسة كان امام عيني. طبعا الاولاد بداوا يجوا، كان عمري 21 سنه كان عندي 4 اطفال، لكن في بالي الدراسه دائما. سبحان الله، الله يسر لي وجبت معلمه على البيت، اخذنا شويه دروس خاصه، وبعدين التحقت بالثانويه العامه والحمد لله نجحت. بعدين دخلت الجامعه وانا عندي 5 اطفال. ما شاء الله. طبعا 5 اطفال بلشوا يكبروا بيروحوا على المدارس، فكنت مثل ما قالت الاخت هاله استيقظ قبل الفجر واعمل فطور للاولاد والبسهم ابعدهم على المدارس واروح انا على الجامعه. يعني سبحان الله رب العالمين، الله يستر لنا. وبالجامعه يعني الدكاتره يحسون على النزل ما نزل، فجبت طفلين وانا في الجامعه ما شاء الله. وبعد ما تخرجنا الحمد لله اشتغلنا في مجالنا كمعلمه طبعا، وبعد ذلك صار في عندنا اهداف ثانويه اخرى اشتغلنا عليها، والان الحمد لله رب العالمين باحثه في مركز دراسات الابحاث. الله اكبر. احنا مشان نمساكي خالص يا مؤسام، ربنا يبارك فيك يا رب. مين هنا الجزء اليمين؟ اليمين بعدها يعني ما شاء الله. لا وماله ماله، حاجه قصص كتيره للنجاح. او مش لسه يعني، مش شرط تكون انت نجحت وانجزت وعملت حاجه. انا عاوز اعمل كذا، انا ناوي اعمل كذا. وري مخك اللي انت عايزه. انا عايزه حد من هنا، يلا بينا. عرفني بنفسك. طيب انت بعدها بعد ما خلصت عرفيني بنفسك. اسمك ايمان. بعد ما خلصت بكالوريوس اداره اعمال سافرت على المانيا، ويعني درست على بسيط اللغه الالمانيه، وبعدين اصريت ان انا لما اتجوز، ما كنتش لسه اتجوزت، اصريت ان انا لما اخلف اولاد اخليهم يتعلموا اللغه. فطبعا ما عرفتش ارجع تاني على المانيا، ماما اصرت ان افضل في مصر معاها، فدخلتهم مدارس بتدرس اللغه الالمانيه. بعد كده كان حلمي ان انا اكمله دراسه بعد كده اقدر اعلمه لغات افضل. فجيت على هنا بقى مع الظروف الاقتصاديه وكده، حبيت انا كمان طبعا في فتره من اجازه الثانوي وانا بشتغل في مجال الرسوم، حبيت ان انا اكمل في المجال، و24 سنه تقريبا في مجال الرسوم المتحركه ما شاء الله، وبقيت في الاعلام رقم كويسه. بس لما جيت هنا كان لازم اخد التخصص. طبعا جيت علشان اقدم على جامعه برضه هنا واخد انا كمان تخصص، والاولاد الحمد لله انا تفوقوا، واشتغلنا برضه مع معلمه جبناها في البيت وكده، وبدانا معاها وتعلمنا اللغه المستوى الاول والثاني، وبدانا والحمد لله نجحوا. طب عايزين افتكرك بايه؟ سيبك من اللي فات، انا قولي لي حاجه افتكرك بيها. حاجه بسيطه قوي. الاحساس كلكم عارفينه، لما تبقي بتجري مع الحاجه وقلبك يفضل يرق جامد وخايفه، واول ما تنجزي بتجري تسجدي ربنا شكرا. افتكرك بيها. شكرا ليكي. يلا اسمعك اخر حد. ها عرفني بنفسك وعلي صوتك. تعالى بس قرب علينا مش سامعاك اهو، تعالى كده. اول سؤال، انت مين؟ المفروض الاجابه تكون اول حاجه عبد الله. يعني عبد الله. تمام. الاجابه الثانيه زي ما حضرتك سؤالي على المدى القريب، يعني ان شاء الله انا في بدايه الجامعه ناوي ان انا ان شاء الله اخد فتره الجامعه بحيث ان انا تمهيد ان انا اعمل كارير شيفت، ان انا اعمل كارير شيفت اصلا، ولكن انا مش هقدر ادعم نفسي دلوقتي، هو اكاديميه طيران. فناوي ان انا اجهز نفسي ان اشتغل. يعني عندي في النقطه دي، انا كان عندي شغف من اولى اعدادي في شيء معين، وفقدت الشغف ده بعد 5 سنين تقريبا من فقدته، ولكن يعني قدر ربنا ان حصل يعني الموضوع ده، وحصل على نهج غير مخطط تماما، والواحد يعني فجاه واحده يلاقي نفسه خلاص كده. يعني انا النهارده هنا في تركيا لوحدي، يعني غير المخطط غير المتوقع غير اي حاجه، غير الدوله اصلا اللي انا كنت متخيل ان انا ابقى فيها. توفيق ربنا واقدار ربنا. طبعا لقيت ان ده الخير لما انا بعصر النهارده، الحمد لله ده الخير. فحضرتك تفتكرني بالشغف. افتكرك بايه؟ بالشغف. تمام تمام. يعني اختم بيكي. تمام يلا بينا قولي. بس اعرف اتكلم. مش هتعرف. هتعرف. اسمك ايه الاول؟ اسمي امل. طالبه في ثانوي، يعني اخر سنه في ثانوي، ودلوقتي بتحضر لليوس. بصراحه نفسي ادخل، يعني نفسي ادخل طب عشان احقق امنيه امي، دي اهم حاجه.
عندي اعتراض انا بس مش الوقت. انا عارفه انا برضه عايزه كده، بس ماما عايزه تخصص اطفال. ماما عايزه وانتي؟ لا انا عايزه تخصص اطفال برضه. تمام، يعني نفس الهدف اقول انا عايزه. انا عايزه انا بس عايزه حضرتك تفتكري ان احنا ثلاث بنات بنكافح هنا لوحدنا يعني، وبرضه منا بتكافح لينا طول حياتها. ف لوحدهم من غير ماما 10 على 10 وعايشين تعيشوا كويسين. هو الموضوع صعب، هو كان انا صعب. مش بقصد ماديا، انا اقصد نفسيا. هو الموضوع كان صعب بس واقعيا يعني احنا اتظلمنا، وبرضه ستيل صعب من غيرها، بس يعني هو يعني ربنا معانا. احنا طبعا توكلنا على ربنا في كل حاجه. جت صدفه ماما قررت ان احنا نيجي هنا فجاه، ما كناش عارفين ولا مخططين اي حاجه. يعني قدر من عند ربنا بصراحه. هنا احسن. وده عايزه نفتكرك بايه؟ حضرتك تفتكريني بايه؟ اما اشوفك واقول انت بتاعه كذا، عايزه افتكرك بحاجه. كفاح. كفاح. تمام، شكرا. يعني انا عايزه اختم بحاجه، ومش عايزه امشي على النهج بتاع الروتين بتاع الناس دي، لكن انا عايزه اقول ولا تهنوا. عايز تقول يا عم؟ قول يا عم. طيب يلا، مقدرش ارد حد انا. انا محمد نور. محمد نور بتحكي عن شغله. اول شيء موضوع الشق الديني وال يعني الصله اللي احنا بنحاول نوصلها لدين العبد والرب، هذا موضوع لا خلاف. جدع. نحكي بموضوع الدنيا. تمام. وكل اللي حكوا كان في الدنيا بس نتفق ان السقف واحد. شكرا. بالنسبه لموضوع الشيء اللي ممكن نوصل له او الشيء اللي احنا بنحاول نوصل له، انا بس بدي احكي بفكره كثير بسيطه، اللي هي انا اليوم بظرف معين، ببلد معين، بجغرافيا معينه، كلياتنا عم نعيش، كل حدا فينا بظروف عم بتكون بعيده عن الشيء اللي هو عم يسعى له، وعم تكون الظروف ممكن تكون ضده. فالشيء اللي بيهمني انا بس اضوي عليه انه انا اليوم صرت بعمر معين، خريج اقتصاد، دبلوم دار منشآت سياحيه، ماجستير اداره تقنيه، بس ولكن كل هدول القصص، كل هدول المسميات ما هن الهدف. الهدف شيء معين، انا انجبرت او الظروف جبرتني اني ادخل هاي المجالات، فانا ما لازم اقول انه انا دخلت اختصاص ما حبيته او دخلت بمجال انا ما راح ابدع فيه. لا، في حديث حرفه باليد باقه من الفقر. خلينا نقول انه رب العالمين شاء انه نحن نضل نسعى لهدفنا. مقوله يعني. ايوه مقوله. نعم. شاء انه نحن نضل نسعى لهدفنا واعطانا هدول الاسباب الثانيه، اللي هو الاختصاص اللي ما انا اخترته، اللي هو الشيء اللي انا انجبرت عليه، لربما يلزمني بيوم من الايام يكون مساعد للشيء اللي انا بحاول اوصل له، وهذا الشيء بيكون لو طلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فدائما نحن بس نشوف اختصاص انجبرنا عليه والظروف جبرتنا عليه، ما نقول انه خلص انا هذا الاختصاص. بس انت طوعتها صح كده؟ 10 على 10. شكرا. هو ده المرونه في الامر. خليني اختم معاكم بحاجه حقيقيه. الناس اللي قالوا مش هينفع نكمل عشان اتجوزتي، او مش هينفع نكمل عشان معاكي اولاد او كده، انا بدات دراسه بعد الطفله رقم 3. طفله رقم 3 كان عندي 3 اولاد، وبدات دراسه بعديها بعد الجامعه، الكليه الاساسيه دي سياحه وفنادق اسكندريه، وجيت بعديها تخصصات الشرعيه، وخدت 4 سنين شرعي، وبعد كده خدت ضميت 4 سنين دراسات اسلاميه خدتهم في سنتين، وبعدين اجي احضر ماستر. لا انت مش ازهريه. ليه يا جماعه سيبوني؟ طب انا معايا. طب بناخد ايه؟ تاخدوا اداب او حقوق؟ طب زوجي عربي وانا عربي؟ لا يعني نخلص من القصه دي. طب ايه حقوق؟ نجرب. والله سقطنا نجحنا، ماشي ادينا بنجرب اهو. وبعدين الحمد لله جيد جدا بتاع مش عارفه ايه، دراسات عليا في اول دبلومه، وبعد كده خدنا ماجستير الشريعه جامعه المنوفيه، خلصنا القانون العام وماجستير الشريعه. نقف؟ مش هنقف. معانا العيال 4 بقى 4 بدل 3 بقى 4، وابوهم ما يعني يعني ما ننساش القصه دي نقطه مهمه، الاربعه وابوهم نكمل. ايه اللي طالع الكلام ده؟ ده فيه تنميه بدنجانيه، وكانت لسه بقى في 2005، دي كان في بدايه ال طب ناخد حاجه، طب نشوف العلوم، طب كذا كذا، مرينا على كل القصص دي، وبعدين لا شكرا. اوف، انا عندي منظومه في دماغي شرعيه 1 2 3، انا عندي من السيره اطلع لك بس من الحقبه المدنيه اكتر من 1500 فعل للنبي عليه الصلاه والسلام ايماني تحفيزي. اخد صحابي من الصحابه، لا لا لا، ما حدش يقول لي علوم ايه، احنا فانت الاصل.
انتوا الاصل، المرجعيه عندك، رضا ربنا، توفيق ابوك وامك بالدعاء ليك، ده كرامه ماما، دي كانت فاهمه، ده رحمه ربنا سبحانه وتعالى بتتصلي بيها في كل وقت، هتبص تلاقيها عامله لك ليست الدعاء. وانت افتكروا الايه دي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. احقق بقى شروط الايمان السته وتبقى في محاضرات تانية. سعدت بيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.